واقع بزاف اخوان. معكم ديك اوسن سميح. اخوان عندنا الجولفسيس ان شاء الله غادي نحيدوا لها البي ماكس ونديروا لها استاج ا. هي نورمالمون كتجي فيها 160 شوفو، ان شاء الله غنرجعوها 200 شوفو. كما كتشوفوا هنا الكسيرات ما كدوش ربعه، الكسيرات حتى افون ما كدوش سرعه. ان شاء الله غادي نعملوا لها سميتو الاستاج ا. ونعملوا لها لبعض اللي في الشيف ديالها. كسير يا محمد، سي بون. ان شاء الله غادي نعملوا لها واحد استاج بروفيسيونال وتيست، السيد غادي يعجبو الحال ان شاء الله. يلا الاخوان، حتى ابري ان شاء الله ريباراسيو دو فيشي. سي بون الاخوان، دابا كنحلوا المشكل ديال الفي ماكس الاول. اول حاجه كنحلوا المشكل ديال الفي ماكس، درنا الفيشي على حساب ديال سميتو كما كتشوفوا هنا في ماكس اوف. على الفي ماكس اخوان شنو هو المشكل؟ الروفلاج ما كيدوش الربعه، انما سونجيتي الفيتاز ولا ما سونجيتي كيبقى في الريجيم موتو، كيبقى في الربعه ما كيدوش. واخا بدلتي الرابو الفيتاز كيبقى بحال الموطو مجيف. مي كدير اوف في ماكس صافي كيولي الطوموبيل كتنفس، الروفلاج خدام داكشي هو هذا. يلا اخوان ان شاء الله نحيدوا الفي ماكس وداكشي ونديروا الاستاج ا. ان شاء الله ندير واحد تيست في الطريق ان شاء الله. يلا الاخوان، دابا حلينا المشكل ديال ها. كان فيها ماشي غير الفي ماكس، كان فيها داك السيكوريتي ديال الروفلاج في الربعه، كيكون في كات جرافيك ديال الكالكيتو موتور، كيجي فيها في سميتو في السيستم ديال الكالكيلاتور. مي عندنا الحل تاعو الاخوان، كما كتشوفوا دابا ها هو، كما كتشوفوا دابا الكسيراتور كيدوز فلارانتي ما شاء الله. دابا غادي ان شاء الله نخدموا له استاج ا، قالوا استاج ا ونديروا واحد التيست ان شاء الله. اخوان، بالنسبه للكوفسيس ديالنا الجي تي اي، عملني لها استاج ا زائد الكراك ماب زائد الاير بي ام زائد الاوف الفي ماكس. المهم كما كتشوف هاد الطوموبيل ان شاء الله، هاد الكوفسيس كما كتشوف هاد الكوفسيس فيها موتور 14 اكسيريت فيها موتور 14 فيها موتور 14 اسمو نقول لكم تقولوا داكشي اللي درت فيها والمسائل اللي درت فيها، تقولوا ماشي موتور 14، تقولوا موتور 20 ولا في 8 ولا. المهم داكشي طلع زوين بزاف وما شاء الله. غادي نتيستي لكم سميتو، وان شاء الله غادي ندير لكم حتى فيديو في الطريق ان شاء الله نتيستيوه. المهم دابا اول حاجه هي كان عندنا مشكل ديال الروفلاج ما يدوش الخمسه الربعه، وزائد الكراك الماب. كسيرات محمد، كسير جومه، زائد كراك الماب ما شاء الله داكشي ما تصورش. كسير جومه، داكشي واعر بزاف ما نكذبش عليكم، وان شاء الله غادي نتيستيوها في الطريق وداكشي اللي كاين. المهم ها ما شاء الله الطوموبيل راه جديده، خصها غير واحد لافاج، وان شاء الله غادي نتيستيوها في الطريق. يلا السلام عليكم اخوان، الناحيه الطوموبيل شنو نقول لكم، طلع داكشي زوين بزاف بزاف بزاف. اول حاجه الخدمه اللي بغيت نقول لكم سمد في هذا الطوموبيل كاع، هذا الكوفسيس جي تي اي درت فيها الاوف في ماكس ستاج ا، الاوف الار بي ام، وزائد الكراك ماب زائد الكراك ماك. هاد الطوموبيل خدمناها زعما خدمت له خدمه بروفيسيونال، راه فيها غير موتو 14 ولكن راه ما شاء الله. سي عسير محمد، فيها واحد الموتور ما شاء الله، اي موتو 14 ولكن عنده واحد عطى واحد النتيجه ما شاء الله. درنا له خدمه بروفيسيونال، خدمه هاد الفيشي اللي خدمناه درنا له خدمه صراحه من الناس متيستيين وداكشي. المهم ما نهضروش على الخدمه ما شاء الله، اللي بغى نديروا له هذه الخدمه راه ديسپونيبل كاينه، و زعما داكشي طلع واعر بزاف. واش نقول لكم، حتى الجولف كتستاهل، الجولف ما شاء الله حتى هي تستاهل، راه خصها غير واحد لافاج وداكشي اللي كاين. مي ان شاء الله غادي نتيستيوها. دابا غادي كسير يا محمد، عاود محمد
تجيش انت سيستم قدوره وكسيري السجات كسيري السجات ما شاء الله. السيارة ما شاء الله داك الشيء ما طلع داك الشيء واعر بزاف. سيري سي بو ان شاء الله الله يعطي الصحة. المهم داك الشيء طلع واعر بزاف كيحمق كيحمق. ايوا داكشي اللي كاين الاخوان اللي بغيتو شي حاجه بحال هذا الشيء الاخوان خدمه بحال هذه مرحبا عندي اوتوك سمير والسلام عليكم. يلا تحياتي غندير مع واحد سيبو تم واحد هنا تبارك الله. راه كيفاش كدير 180 بريميرا 80 ما شاء الله برومين 80 والدوزيام شحال غادي تعطيه؟ 160 160